مرحبا شباب. الله ينعم عليك. اليوم معزمين عند عبد الله. ها في بيت عبد الله. اليوم رحله في بيت عبد الله اليوم. فين تحت فوق فين؟ بيت طابق ارضي ودرج له تحت. يا الله. الله. اوه يا عيني. الصالة في المطبخ يا عيني. اليوم فين الشباب يا عبد الله اليوم؟ والله الشباب خلقوا لنا ها على فركه؟ فركه قويه. ها؟ احنا ما عرفهم هالسوفا ولا حدا قال. شوفوا اليوم احنا على اساس اليوم احنا وصلنا نقعد عند عبد الله اليوم. ما نروح شيشه ولا نروح مكان. تمام وبعدين اتفقنا خلاص كل شيء لكن الشباب فركوا فينا كلنا. عاصم عبد الله بيعمل لنا طبخه اليوم. ايش عامل لنا عبد الله؟ ايش هتعمل لنا اليوم؟ اليوم بعمل لكم كي اف سي بيتي. كي اف سي بيتي؟ بروست. بروست. انت من صدقك بتنزل ده بال ها؟ ايوه والله كيف. هذا جي كاميرا مش عادل خليك. هات المويه هتغازل. ها؟ عجبني امي بتشوفنا. ها؟ امي بتشوفنا. احسن حاجه. احسن شيء اليوم رحله في بيت عبد الله اليوم ها في الصاله في الصاله والمطبخ قاعد اليوم حتى ما في صوفا لقيت مين الفراش يا شباب ها الكل ساكنين اليوم باين لسه بنفرش باين لسه شوف الحوش ما بشوف حاجه في الظلمه يا عبد الله صعب اني اشوف حاجه لكن باقي لك يوم حلوه الليتات هذه عجبتني الليتات هذه لكن يوم بيقع كذا ها ما فيش انت شغال شغل ايش؟ شوف والله شغل فلاشت في ايوه ايوه يا عبد الله الحين ايش جهزتنا اليوم؟ خلاص سيبه انت بس ولا عاد تقرب لك كي اف سي ها؟ ولا عاد تقرب من الان وصاعدا انتبه تقرب لك كي اف سي يا عيني عليك انت عبد الله طبخ اليوم وانا اصفي الصحون شفت كيف يا ابو عبد الله؟ كذا تعامل الناس تعزموهم للبيت بعدين ها؟ ايش شعورك؟ شعوري؟ والله يا جماعه اشتغلنا في بريطانيا عالي تعلم فيها تغسل صحون، تعلم فيها تشتغل في دكاكين، تعلم فيها تطبخ، تعلم فيها صلى فيها حاجات كثير الغربه مش سهله مثل ما يفكر مثل ما يفكر البعض اي أيوة والله يحسبون احنا عايشين في لا قمة النعيم الكلام هذا ما يمشيش هنا ابن رئيس ابن وزير ابن قاضي ابن اي حاجة ما فيش الكلام ما يمشيش حالك حال اي واحد ابن ملكة ابن ملك هنا في الغربة ما يمشي كله نص بعض يعني ايش الحلاقة هذه اليوم يعني شو؟ احنا عند عمنا يوسف المصري عمنا يوسف المصري ايوه اللي ايش يعرف اللي ايش يعرف يوسف المصري يشوف الفيديو اللي صورناه في الرحلة لما رحنا القرية الإيطالية في أيوة. ويلز ايوه من سبح مع الكلب أيوة. والله كان يوم حلو انصحكم تشوفوه أيوة. يا شباب اي والله كان فيديو جميل يعني قربنا نخلص طبعا الان بعد هذا بيكون في لوز وزبيب والاشياء هذه بنوافيكم بعدين بالتفاصيل هذا الاكله هذه لازم لنا شاهي شاهي ايش؟ شوف يا جماعه ايش معانا اسمه شاهي؟ الكابوس شاهي الكابوس والكابوس ولا الكابوس ولا من كبسه هذا؟ المشبوس عملت الهيل فيه؟ ايوه كم سكر؟ ملعقه او شويه كذا يعني؟ ملعقه كبيره ما عندك ملعقه صغيره ما فيش ملعقه صغيره بديش كمان في الهواء حط بس يكفي صح؟ زيد شويه ايوه بس خلاص ايوه يا سي عبد الله هلا والله بس خليه خفيف بس تكفي هذا كفي بس خلاص
تعبان يعني ما في خبر غير. شكرا يا صديق. وهذا الجلسة هنا بالإنجلس، وهذا الشاي، هذا المكسرات.